الأخوة الحضور، إن أكثر خطاب يبعث على القلق هو خطاب الكراهية، الخطاب المدخن بالفوبيات المتخيلة، الخطاب المحرض على الآخر، الخطاب المنطوي على فهم مغلوط وقراءات مخلة. فتصبح المعادلة هكذا: آسيا المكتظة والمتخلفة، آسيا العبء، آسيا المصدرة للمشاكل والملفات المزمنة، آسيا المسكونة بعقدة النقص، مقابل أوروبا الباردة الغير مكترثة، أوروبا المتعالية، أوروبا المسكونة بعقدة الإمبريالية الجشع. إن هذا النوع من الخطاب والفهم وما يتبعه من ممارسة هو بوابتنا إلى الجحيم السياسي، لأنه خطاب يتناسى قضايانا الواقعية المصيرية المشتركة ويركز على المتوهم والمتخيل. إنه خطاب يتناسى مشاكل البطالة في آسيا وأوروبا، ومشاكل الطاقة والمياه، ومشاكل التنمية في كلتا القارتين، وغيرها من المشاكل المشتركة.